كل سنة وانتو سالمين وصوم عذراء مبارك. اليوم رح أحكي لكم عن قصة أيقونة عذراء حارسة البوابة الموجودة بدير إيفيرون بالجبل المقدس. قصة هاي الأيقونة إنه بفترة من الزمن كان في حرب اسمها حرب الأيقونات. كان الملك يبعث جنوده عشان يدوروا على الأيقونات ويحرقوهم. بهذيك الفترة كان في أرملة غنية عايشة مع ابنها الوحيد، وكانوا بانيين كنيسة قريبة من بيتهم وحطين هاي الأيقونة بالكنيسة. فلما إجوا الجنود عشان يحرقوا الأيقونة، حكت لهم الأرملة امهلوني يوم. بهذاك اليوم بالليلة إجت الأرملة مع ابنها وأخذوا هاي الأيقونة ورموها بالبحر. وبعد فترة من الزمن كانوا رهبان قاعدين بدير إيفيرون بالجبل المقدس وشافوا عمود من النار بالبحر. فلما قربوا عشان يعرفوا إيش هذا العمود، عرفوا إنه هاي أيقونة لوالدة الإله. فبهذيك اللحظة ظهرت والدة الإله لراهب اسمه الراهب جبرائيل وحكت له بدي إياك تمشي على البحر عشان تأخذ هاي الأيقونة. فراح الراهب جبرائيل عند الرهبان وراحوا على البحر، ومشى الراهب جبرائيل على البحر وأخذ هاي الأيقونة. وأخذوا هاي الأيقونة وودوها على الكنيسة الكبيرة بالدير. اليوم الثاني لما اجوا الرهبان عشان يشوفوا الأيقونة ما لقوها بالكنيسة الكبيرة. فبعد ما دوروا شافوها عند بوابة الدير، فأخذوها ورجعوها لمكانها. وتكرر هذا الحدث أكثر من مرة، يرجعوا يأخذوها ويحطوها بالكنيسة الكبيرة. فظهرت والدة إله للراهب جبرائيل مرة ثانية وحكت له أنا ما بدي إياكم تحرسوني، أنا جاي عشان أحرسكم. فحكى لرئيس الدير اللي صار معه، أخذوا الأيقونة ورجعوها لبوابة الدير، وتكريماً لوالدة إله بنوا مزار عند الأيقونة عند الباب، وعشان هيك اسمها عذراء حارسة البوابة.